قضايا العراق التربوية نعاود عزيزنا الطالب الالتقاء فيكم في حلقة جديدة من حلقات الخاصة بمادة الفيزياء للصف الثالث المتوسط نكمل ما كنا قد بدأنا فيه في حلقات سابقة من الفصل الأول كنا نتناول فيه الفصل الأول الكهربائية الساكنة وتوقفنا عند مفاهيم مهمة أو ملاحظات جدا مهمة انتقل وياي على اللوحة خليني أوضح لك إياها عزيزنا الطالب وجدًا مهمة بالامتحان أيضًا الوزاري، طبعًا دائمًا البروتون عزيزنا الطالب هو موجود داخل النواة وهذا وضحناه في دروس سابقة، طبعًا شحنته تكون موجبة ودائمًا مقدارها يساوي شحنة الألكترون، طبعًا هاي وضحناها في حال تكون ذرة متعادلة، شحنة الألكترون أو البروتون أصغر وحدة لقياس الشحنات. طبعًا أن شحنة أي جسم مشحون تساوي مضاعفات صحيحة لمقدار شحنة الألكترون منها راح يظهر لي قانون جدا مهم لحساب عدد الالكترونات وبعدين لاحقا في اسئله الفصل رح يجيك مسألة على شكل اختيار على هذا القانون القانون يقول عدد الإلكترونات يعني يجد عدد الإلكترونات في هذا القانون يساوي شحنة الجسم على شحنة الإلكترون علما أن شحنة الإلكترون ثابت عزيز الطالب هي لازم نكون إحنا على دراية بها اللي هي 1.6 في 10 تسعة 19 كولوم يعني في حال هو راد في جسم حساب عدد الإلكترونات البي هو أكيد راح يعطيني شحنة الجسم أنا أحط شحنة الجسم في بسط الكسر وبالمقام راح احط شحنه الالكترون اللي هو ذكرنا اياها 1.6 في 10 اس سالب 19 اطبق القانون اقسم اطلع عدد الالكترونات طبعا اركز على هذا القانون لان جدا من القوانين تعتبر مهمه طبعا بما انه هون تعرفنا على الشحنه الكهربائيه وهي مفهوم جديد لك لازم اعرفك على وحده قياسها الكولوم هي وحده قياس الشحنه آه الكهربائية طبعا اختصار الكولوم هو كابيتال سي باللغة الإنجليزية الكولوم الواحد إلى مشتقات مثل ما عندك الكيلو متر إلى مشتقاته بالمتر والسنتيمتر والمليمتر كذلك الكولوم إلى مشتقاته وضروري جدا آه نفهم مشتقاته ونعرفها آه آه طبعا الكولوم وحدة كبيرة أجزائها الشائعة مايكرو آه كولوم طبعا للمايكرو كولوم عشرة السالب ستة للنانو كولوم عشرة السالب تسعة والكولوم اساسا يعادل جد من الالكترونات كعدد 6.25 في 10 للاسم موجب 18 الكترون اذا طاك جد يعادل الكولوم من حيث عدد الالكترونات كذلك طاك مشتقات الكولوم اللي هو مايكرو كولوم ونانو كولوم جدا مهمه في عمليه التحويل في حل المسائل طبعا هاي الملاحظات جدا هامه والان ننتقل بما انه اخذنا انواع الشحنات شحنتين وثبتناها موجبه وسالبه خلينا نتعرف ما هي القوه اللي تحكم هاي الشحنات الموجبه والسالبه بنشاط موضح عندك بالكتاب نشاط يوضح قوه التجاذب والتنافر بين الشحنات الكهربائيه قوى التجاذب والتنافر بين الشحنات الكهربائيه طبعا عزيزنا الطالب يمكن يسمح لنا الوقت انه انبهك على اهميه النشاطات في كتاب الفيزياء للصف الثالث متوسط يعني النشاط في الوزاري يعتبر من أهم الأسئلة اللي دائما تجي في النشاط هنا نحن نركز عليه ويحتوي على ثلاث خطوات مهمة أدوات نشاط وخطوات وكذلك أنا عندي رسم ما أنساه أبدا وطريقة العمل بالنشاط، وخلينا نشوف هذا النشاط اللي هو يراوينا شنو نوع القوى التجاذب والتنافر بين الشحنات الكهربائية. النشاط يقول الشحنات الكهربائية المتشابهة، يعني اعطاني قاعدة اللي قدام تتنافر مع بعضها، إذا عرفت إذا كانت متشابهة قد تكون سالبة مع سالبة، قد تكون موجبة إلى موجبة، رح تتنافر مع بعضها، لكن المختلفة تتجاذب مع بعضها، يعني قد تكون سالبة وموجبة. خلينا نشوف أدوات النشاط، طبعا حيجيب لك ساقان متماثلان من المطاط الصلب وبالمقابل حيجيب ساقان متماثلان من الزجاج، قطعتان وحده من الصوف وحده من او الفرو وحده من الحرير، وخيوط من القطن او الحرير وعندي حاملان، اذا ها هي ادوات النشاط ويكتب النشاط يعني بهاي الطريقه بالامتحان الوزاري يعني يتقسم الى خطوات. هاي الخطوه الاولى هي ادوات النشاط، بعدين تجيك خطوات، بعدين اخر شيء لازم اكو استنتاج بكل نشاط وما انسى اهميه الرسم. الخطوات بما انه عندي ساقين مطاط اجيبهم هما بالبدايه واضعهم بوضع افقي بواسطه حاملان ونجعلهما متقاربان من بعضهما مثل ما شايف حضرتك بالرسم ويانا عزيزنا الطالب هذا هو ساق المطاط الاول وهذا الثاني وبصوره عامه خلينا نثبت خلال هذا الفصل كل ساق مطاط دائما يندلك بالفرو او الصوف وبالتالي يشحن بشحنه سالبه. على نقيضه هو ساق الزجاج اللي دائما يدلك بمادة الحرير أو بقطعة الحرير وبالتالي سيحمل شحنة موجبة أنا جبت ساقان من المطاطان هاي كخطوة أولى وعلقتها بحامل الخطوة الثانية لازم أجيب هاي الساقين وأدلكهم بقطعة الصوف أو الفرو اللي عندي بالتالي راح تكتسب ساقان المطاط شحنة سالبة لأن احنا اتفقنا أنا وياك هاي ساق المطاط شحنة سالبة وهاي ساق المطاط شحنه سالبه واتركهم معلقه، ألاحظ الساقين متنافرين، الأسهم جدا واضحه بتنافر الساقان، ليش؟ لأن يحملون نفس الشحنه الكهربائيه، نفس النوع من الشحنه الكهربائيه، اللي هي شحنه كهربائيه سالبه. خلينا ننتقل الآن نشيل ساقان المطاط وأحط بمكانها ساقان من الزجاج وأشوف هل نفس الشيء راح يصير من عندي؟ يعني راح يتنافرون؟ اعلق ساق الزجاج بوضع افقي ايضا والساق الثاني ايضا بواسطه حاملان واجعلهما متقاربان من بعضهما، الان مثل ما اتفقت وياك، اجيب ساقين الزجاج وادلكهم بقطعه الحرير، هنا راح اكسب ساق الزجاج، كل واحد منهم شحنه كهربائيه ساكنه نوعها موجبه. واجيبهم متقاربين راح الاحظ تنافر الساقان وموضحه بنفس توضيح الاسهم السابقه التنافر عندك ليش تنافرت لان يعني الشحنتين متشابهه هنا شحنه موجبه وهنا شحنه موجبه إذا التشابه يسبب التنافر والاختلاف يسبب التجاذب، الآن بما أنه جربت حظي بساقين متشابهين مرتين مرة مطاط ومرة زجاج، خليني الآن أغير أجيب ساق من المطاط وساق من الزجاج وأشوف شنو اللي راح يصير عندي بالتالي. اجيب ساق من الزجاج والزجاج احنا اتفقنا ندلكه بالحرير يكتسب شحنه موجبه واجيب ساق من المطاط واحنا اتفقنا ندلكه بالفرو او الصوف ويكتسب شحنه سالبه واعلقهم بنفس الطريقه عن طريق الخيوط والحاملان واجيبهم مقتربين من بعضهما سوف نلاحظ تجاذب الساقان تبه شلون اختلفت الاسهم هنا عندك عزيزنا الطالب الاسهم جدا مهمه تعينها على الرسم في حال جت هيجي تجربه في الوزاري شو استنتجنا من هذا النشاط وحاطط لك كل استنتاج جو كل رسم يعني الرسوم اللي قبلها عزيزنا الطالب كان اول استنتاج يقول لك الشحنات المتشابهه تتنافر مع بعضها كذلك من انتقل لك إلى ساقان الزجاج ثبت لك نفس نوع الملاحظة أو نفس الاستنتاج الشحنات المتشابهة أيضا تتنافر مع بعضها وخاتمة لما ختم لك إياها بساقان مختلفان أحدهما من الزجاج والآخر من المطاط قال لك أن الشحنات المختلفة تتجاذب مع بعضها، إذا التشابه يسبب التنافر والاختلاف يسبب التجاذب وبالأخير حط لك إياها على شكل قاعدة جميلة، الشحنات الكهربائية المختلفة تتجاذب مع بعضها والشحنات الكهربائية المتشابهة تتنافر مع بعضها وهذا صار هو قانون ليحكم القوى ما بين الشحنات الكهربائية إذا أقول لك أذكر نص للقانون أو ما هو القانون اللي يحكم القوى بين الشحنات الكهربائية تعرف عندك شحنتين موجبة وسالبة إذا لازم تذكر لي في التنافر شي يصير عفوا في الاختلاف شي يصير ولذا يكون من نفس النوع في التجاذب شنو اللي راح يصير عندك ننتقل الان وياك الان بما انه تعرفنا على انواع الشحنه والقوى اللي تحكم هذه الشحنه الى طرق شحن المواد بالكهربائيه الساكنه. طبعا من الاسئله الوزاريه دائما الوارد ذكرها بالوزاري عد طرق شحن المواد بالكهربائيه الساكنه. عندي ثلاث طرق للشحن، الطريقه الاولى اسمها طريقه الدلك، الطريقه الثانيه خلينا نشوف الطريقة الثانية اسمها طريقة التماس والطريقة الثالثة اسمها الحث إذا أنا شنو عندي؟ عندي ثلاث طرق نجي إلى الطريقة الأولى اللي هو الشحن بطريقة الدلك وخلينا نتعرف على هذا الرسم أمامك إذا جبت بالون دلكته بقطعة من الصوف راح تظهر عليه شحنة موجبة على من؟ على الصوف ليش؟ لأن فقدت بعض الكتروناتها وهسه قبل فترة من بداية دروسنا وياكم علمناكم انه دائما من تفقد الإلكترونات والفقد والاكتساب بالالكترون حصراً فقدت الكترونات اذا شنو اللي رح يظهر عندك؟ رح يظهر عندك الشحنة الموجبة. بالعكس راح تظهر شحنه سالبه على البالون لان هو اللي اكتسب الالكترونات منين من قطعه الصوف، الان اجيب البالون المشحون اللي انشحن بشحنه سالبه حطه بخيط من ماده عازله واقربه من قطعه الصوف المشحونه بالشحنه الموجبه راح الاحظ قطعه الصوف تنجذب للبالون، ليش؟ لان اثنيناتهم شحناتهم مختلفه، ايش صار بيناتهم؟ راح يصير بيناتهم بقط... يعني قطعه الصوف والبالون، حيصير بيناتهم تجاذب. احنا قلنا البالون هو اللي اكتسب الشحنات السالبه، هو اللي اكتسب الالكترونات، وهنا بقت بنقص او عوز من الالكترون فراح يظهر عليها شحنه موجبه، بالتالي صار عندي شحنتين مختلفه، اذا راح تظهر بيناتهم قوه التجاذب. هاي الطريقه هي الطريقه الاولى لطرق الشحن واني يعني سميتها الشحن بطريقه الدلك. خلينا نشوف طريقة أخرى اللي هي طريقة الشحن بالتماس رح أجيب كرتين من نخاع البيلسان بواسطة خيطين من مادة عازلة من نقطة واحدة أشحن وحدة من الكرتين مو اثنينها أشحن فقط وحدة ألامسها بساق من الزجاج طبعا مدلوك بالحرير أنا متفقة وياك هو يحمل الشحنة الموجبة دائما طبعا ورا ما أشحنها أتركها تلامس الكره الثانيه راح اجد بعد فتره وجيزه من الزمن ابتعاد الكرتان عن بعضهما معناته الثانيه ايضا اكتسبت نفس نوع الشحنه الاولى اللي كانت هي الشحنه الموجبه طبعا هذا معناته انه شحنه الكره الثانيه من الاولى بالتماس اذا هنا الطريقه هي طريقه التماس مما ادى الى تنافر الكرتين، إذاً صار عندي صار طريقتين، الشحن بطريقة الدلك، كذلك الشحن بطريقة التماس. وجداً مهم تعرف إنه يعني في طريقة التماس الكرتين انشحنوا بشحنة متشابهة، يعني اثنيناتهم شحنتهم موجبة. عزيزنا الطالب إلى هنا يعني ننهي وياك حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله تابعنا في دروس أخرى وراح نكمل وياك طرائق شحن المواد بالكهربائية الساكنة ملتقانا وياكم في حلقة جديدة.